أصدقائي وأصحابي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ألعاب الميتافيرس والبلاي تو إيرن والإن إف تي جيمز. والنهاردة هنتكلم عن مشروع جديد شبيه لديسنترالاند وساند بوكس، اسمه هاي ستريت. وهاي ستريت ده كان مطلوب من شخص صديق لينا في الكومنتس، وطبعا إحنا ما نقدرش نتأخر على أي شخص هيطلب مننا أي مشروع نتكلم عنه. لو أنت طبعا حابب إن إحنا نتكلم عن أي مشروع أو حابب إن إحنا نتكلم عن أي لعبة ونشرحها في الفيديوهات اللي جاية، يا ريت تكتب لنا في الكومنتات. وأكيد طبعا لو عندك أي استفسار عن أي لعبة أو عن اي عالم افتراضي شرحناه او هنشرحه في المستقبل، تقدر تخش سيرفر الديسكورد، هتلاقيه في الديسكريبشن وهتلاقيني اكتف دايما على سيرفر الديسكورد. طب ايه هو العالم الافتراضي اللي هاي ستريت؟ هو عالم شبيه بالظبط زي ما قلنا لسنترالاند، في الشوب الخاص بيه، في الاماكن الخاصه بيه، وليه برضو الخريطه الخاصه بيه، وكل حاجه افتراضيه جوه تقدر انت تشتريها بعملتهم اللي هي هاي. وهاي هنا مبنيه على الايثيريوم، في منها 100 مليون قطعه، مش متاح غير 12 مليون قطعه بس حاليا، وسعرها بتاريخ الفيديو 1.44 سنت بعد ما وصلت لأول تايم هاي 40 دولار من 10 شهور. طبعا دي تفاصيل عادية انا لازم اشرحها لكم، ولكن طبعا انا مش بقول لأي حد ان هو يخش في العملة، دي حاجة ترجع لك انت شخصيا لو حابب تستثمر في حاجة زي كده، ولكن انا من واجبي ان انا اوريك تفاصيل العملة وكل شيء يخص عالم الميتافيرس لهاي ستريت. طبعا اللعبة هيبقى فيها مهمات، هيبقى فيها مونسترز، هيبقى فيها كوليكتبلز، وهيبقى فيها ايتمز تقدر انت تشتريها بعملة ستريت. وعملة ستريت دي هي الان جيم كرنسي، ما تقدرش انت تطلعها برا الجيم، ولكن تقدر ان انت تشتري اي شيء جوه اللعبة من خلالها، ولكن ما تقدرش تحول الستريت كوين لكاش، لكن تقدر ان انت تحول الهاي كوين لكاش عادي جدا، وبرضو تقدر تستخدمه في حالات معينة جوه عالم الميتافيرس لهاي ستريت. طبعا هنا في تحت كذا تريلر نقدر نتفرج عليه، هحط لكم واحد في اخر الفيديو تقدر انتوا تشوفوه وتاخدوا فكره عن شكل اللعبه او العالم الافتراضي ده هيبقى عامل ازاي. وده كريتشر من الكريتشرز اللي موجوده جوه العالم ده. طبعا هو هنا بيقول لك ديفيتد مود لما يتقتل، هنا بيقول لك لما بيبقى على الجراوند، وهنا الاتاك مود بتاعه، وده شكله بالالوان بتاعته. لو دوسنا هنا هنشوف كريتشر تاني زي الريد مشروم وزي الفلاور كاركتر شيت بكل البوزيشنز بتاعتهم. بعد كده في برده كريتشر تاني وهو الجوست بكل البوزيشنز بتاعته برضو. بعد كده الريد كاندل وهكذا. لو فضلنا نكمل هنشوف باقي الكرييتشرز اللي موجوده في عالم هاي ستريت. زي ما انتم شايفين ده طبعا من احلى الكرييتشرز اللي موجوده لحد دلوقتي. بعد كده في ماذر دراك، بعد كده في اكوا فيش او اكوا تيش بس هو شبه الفيش ما علينا. بعد كده في كوكونات وفي كذا كاركتر تاني تقدروا تتفرجوا عليه من السايت اللي انا هسيبه لكم في الديسكريبشن طبعا عشان الفيديو ما يطولش مننا. طبعا العالم ده هيبقى في براندز كتير زي باينانس ان اف تي ماركت، وهيبقى في ان اف تي ماركت برضو لافالانش، وهيبقى في كذا مكان لكذا مشروع مشهور في عالم الميتافيرس. ولكن طبعا مش هيوقف على كده بس، هيوصل برضو لبراندات زي نايك اللي دخلت في الان اف تي وعوالم الافتراضيه، وبراندات كتير جدا شبيهه لنايك. احنا زي ما قلنا هاي ستريت مشروع شبيه جدا لديسنترالاند وساند بوكس، فاكيد طبعا المشاريع اللي زي نايك وسنيكرز زي ما دعموا الان اف تي هيدعموا برضو هاي ستريت وهياخدوا مكان جوه العالم الافتراضي الخاص لهاي ستريت. لكن لو دخلنا على الماركت بليس هنلاقي الان اف تي المتاحه حاليا لهاي ستريت، ولا نقدر ان احنا نشتريها من الماركت بليس الخاص بيهم. في هنا التشينز الموجوده او النتورك الموجوده اللي هي باينانس وايثيريوم. طبعا هنا بيقول لك الكوليكتبلز الخاصه بهاي ستريت، وبرضو تقدر ان انت تحصل على فيرنيتشر لو انت حصلت على مكان افتراضي جوه عالم هاي ستريت. ودي الاسعار بتاعته زي ما انتم شايفين، في من الحته دي 35 حته فاضله، لان اتباع من 200 حته 165، وسعرها حاليا 50 عمله هاي ستريت. وزي ما انتم شايفين برضو في منها الريريتي زي الايبك والرير والليجندري طبعا عشان يبقى للان اف تي ده هاي فاليو ويقدر سعره يغلى في المستقبل. وطبعا انا برضو مش برجح ان اي حد يشتري، دي حاجة ترجع لك انت شخصيا. لو رجعنا مثلا ورحنا على الهومز هنلاقي برضو هومز معينة زي البيتش هاوس، وده هيبقى على باينانس بيتش او باينانس، وهذا مكان افتراضي جوه العالم ده ومسميه باينانس بيتش، وبيبيعوا هاوسز افتراضية على البيتش ده. عندنا افالانش مشتريه مكان مسميه افاكس البس وبتبيع فيه برضو بيوت افتراضيه. برضو عندنا شركه تايمليس تاور ومشتريه مكان افتراضي مسميه لاند اوف تومورو. والمكان الخاص بهاي ستريت اسمه
اسمه ذا سولاريوم، وده الاساسي الخاص بهاي ستريت، وزي ما انتم شايفين معمول له سولد اوت، لكن بقيه الاماكن حاليا مقفوله تقريبا، لسه البيع ما اتفتحش على الاماكن دي. لو دخلنا على الريلتي هتلاقي للهوم اونرز بيقول لك الفيتشر سبيس ويز فروم كوز اوف نيتشر، وده للناس اللي حاصله على هوم جوه عالم هاي ستريت، تقدر ان هي تحصل على ليميتد اديشن جينيسيس هومز ان هاي ستريت وورلد، يعني ان اف تي من البيوت المحدوده او جينيسيس من البيوت المحدوده لهاي ستريت. وده طبعا فكرته ان بعد كده هيبقى ليميتد سبلاي، محدش هيقدر ان هو يحصل عليه، وطبعا سعره هيزيد في المستقبل. هنا بيقول لك ده مكان من الاماكن اللي احنا بنتكلم فيها، في اتش تي سي اللي هي شركه الموبايلات المشهوره جدا مشتريه فيه، وبرده شركه فايف مشتريه فيه، وده اللي احنا اتكلمنا عنه لما قلنا براندز كتيره شبيهه لنايك ومشهوره زي نايك مشتريه جوه العالم ده. دي اماكن ثانيه جايه في المستقبل اسمها مثلا، في منهم المكان اللي اسمه اول تيرين، وده لسه ما اتفتحش لحد دلوقتي، برده افاكس البس لسه ما اتفتحش، وده دليل ان هم قافلين الهومز لما جينا حاولنا نشتري او لما جينا فتحنا الهومز الخاصه بافاكس البس جوه الماركت بليس. عندك برده ريبابليك ريلم برده لسه ما اتفتحش، وباينانس سبيتش برده كامينج سون. طبعا لو عايز تجرب اللعبه هتخش على كامباس هنا، وهتلاقي اللعبه حملت لك بنسخه الويب براوزر العاديه جدا، لو عملت فول سكرين هتفتح لك اللعبه عادي جدا، وتقدر ان انت تسجل اسمك وتجرب اللعبه عادي جدا، ولكن طبعا محتاج ان انت تعمل كونكت للمحفظه بتاعتك سواء كانت ميتا ماسك، بس هم بيرجحوا الميتا ماسك. بعد كده هتسلكت الريجيون بتاعك زي ما هم سايبين يو اس ويست، وتحاول ان انت ما تخشش غير على هاي ستريت غير من اللينك اللي انا هسيبه لك في الديسكريبشن، عشان تتجنب اي لينك سكامرز لو انت هتعمل كونكت للمحفظه الاساسيه بتاعتك. بعد كده هتعمل كونكت، هيدخلك على لودنج كامبس اللي هو المكان اللي حاليا متاح في هاي ستريت. بعد كده هتختار التشانل، هنقول مثلا تشانل واحد كده، اقدر ان انا اجرب اللعبه. زي ما انتم شايفين انا بتحرك عادي جدا، بس اللعبه فيها برضو شويه لاج او في شويه دروب فريم طبعا، عشان اللعبة لسه ويب براوزر، وتقريبا لعبة تقيلة على الويب براوزر، بس انا شايف التجربة مش وحشة خالص. هنا برضه لو عايز تكتب مسج تقدر تقول هاي او هي، وهيبان للناس اللي حواليك زي ما انتم شايفين كده. طيب الجرافيك اللي احنا شايفينه مش وحش، في حد تقريبا رد عليا، حد اسمه يوري رد عليا، ممكن نقول له وات كان اي دو over here please، نشوف هيقول لنا ايه. فده باختصار الكامبس اللي جوه عالم افتراضي الهاي ستريت. طبعا لو حابين اي فيديوهات تانية من لعبة هاي ستريت تقدروا تكتبوا لي في الكومنتس، ما تنسوش لايكاتكم الجميلة لان هي دي اللي بتدعمني ان انا اعمل فيديوهات تانية لنفس المشروع او نفس اللعبة. طب هو هنا رد علينا، تعالوا نشوف قال لنا ايه بالظبط. You can see how everything looks at the moment. The FOMO shop is open where you can already buy souvenirs. مش عارف مين يوري ده، حد بوت ولا لا، بس ما علينا، هو ده اللي قاله. طبعا لو حابين زي ما قلنا اي فيديوهات تانية عن لعبة هاي ستريت تقدروا تكتبوا لي في الكومنتس، وما تنسوش اللايكس الجميلة عشان هي دي اللي بتدعمني ان انا اكمل في عوالم الميتافيرس والعاب الـ NFT والبلاي تو ايرن. شكرا لكل اللي شافوني واللي هيشوفوني واللي بيشوفوني، اشوفكم في حلقة جديدة من العاب ميتافيرس مختلفة، سلام. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.